الشعب ترجح زرق محمد المامي. مرحبا بالسيد الرئيس في مدينة تنواليبو، ورانا داعمين حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه، ورانا شاكرين على ترشح مرشحنا محمد المامي المجلس الجهوي، ورانا مرحبين به حتى ودور ان شاء الله يخلق لنا النجاح يا ربي ان شاء الله، ونجاح زين ان شاء الله بالشوط الاول ان شاء الله ربنا. بس جماعه الشيخ والحمدي والشيخ محمد المامي وبس من وادي ابو كامل كبارا وصغارا مرحبين بزياره السيد الرئيس وداعمين المرشحين الحزب النيابيات والعمدة والجهة واللوائح الوطنية سواء نساء ورجال، ومثمنين الأمن اللي عندنا اللي وعد لنا وقايلين له أعلنوا كلكم مسؤولون عن رعيته، وأعلنوا هو مسؤول عن الرأي العدل، هذا الخلق اللي عدل وعدلوا لمن وعدلوا هذا كلام العادل الداوى رقاش بالتلافقية، وعدد المكاسب كنا نشربه بجريكانات الماء، عندنا كلنا بالاهل وعنده ربين تلمه يفتحها ويشرب، ولانا سامعين امراد الناس الاخرى اللي تبيعنا في الخارج وتخسر سمعتنا، احنا اللي معادلنا كل رقاش راعي فيه. بداية المسار عند فيه ياسر، ولا بد نكملوا كاملين، ولا نكملوا لا قوتكم وبإرادتكم ودفاعكم مع الحزب، وهذه المجالس الجهوية اللي صوتوا عليهم في الانتخابات الماضية، انتخابات تغيير الدستور اللي يعدل الاستفتاء اللي يعدل، من لا يساعد من لا يسرع ذيك الأمور إن شاء الله، لأن لا يعودوا عندنا مجال جهوية وكل مجلس جهوي لا يعود يطرح مشاكل ولايته، لأنه هو اللي محق بها، هو اللي يعرف المشاكل اللي مطروحة اللي يعاني من المواطنين واللي لا يقدم الولاية. فهم الحكام وهم الولاة يا غير أشبه ماضي المواطنين المسؤولين المحليين اللي منتخبهم المنتخبين المحليين اللي لا يطرحوا مشاكلهم ويعرفوا اللي يصح لهم ويدافعوا عنه ويطرحوه على الحكومه يا تسوي ذيك المشاكل، هذا يعطي دفع جديد ويصرع ايضا في تنميه الولايات كامله. اذا عن الذي هو يعطي تتمم للدوائح وتتمم بنجاحهم لانهم لا يقدموا الولايه ولا يكتب هذا كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. احنا اليوم مشرفنا زيارة السيد الرئيس محمد العبد العزيز، ومصرحين وعالين عن تشبثنا بهذه القيادة اللي لعب دور البناء والتنمية في هذا البلد وعلى جميع الأصعدة. وكمترشح لمجلس رئاسة المجلس الجهوي نختار شوي نعطي نبذة عن مهام المجلس الجهوي. أولا تعتبر الجهة تجمع إقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، ومن أجل طبعا ممارسة مهامها أو اختصاصاتها، وتتمتع أيضا الجهة بميزانية وبموظفين وبمجال خاص بها، وتتطابق حدودها الإقليمية مع حدود الدائرة الإدارية للولاية، ويدير هذه الجهة
يدير هذه الجهة جهازان منتخبان، جهاز مداول وهو المجلس الجهوي، وجهاز تنفيذي يتمثل في رئيس المجلس الجهوي. وتتمثل مهام الجهة أساسا في تطوير وتنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية في مجال داخل مجال اختصاصها الترابي، مع احترام مجالي وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى. كما أن الجهة أيضا تقوم بمهمة ملائمة الاستراتيجيات التنموية والاستصلاح الترابي. إذن لهذه الأسباب ونظرا لأهميتها، أهمية الجهة وحيويتها، يجب أن تدار بعقول ناضجة ذات كفاءة وخبرة وتجربة ثرية في مجالي التخطيط والتسيير ورعاية المصالح العامة حتى تتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها. إذن اعتمادا على خصوصية جهتنا التنموية، فكولاية تزخر بالكادر البشري المؤهل والمقومات الاقتصادية من معادن وثروة بحرية هائلة ومقدرات سياحية ومواقع استراتيجية ملهمة للخلق وللإبداع، فإننا نطمح إلى الارتقاء بهذه الولاية حتى نجعلها قبلة للعقول والقلوب والفكر والإبداع والمال والأعمال. إذن سنعمل جاهدين إن شاء الله على تسريع وتيرة النمو في هذه الجهة. إذن سيكون باختصار شديد العمل على مستوى التخطيط والاستصلاح الترابي من إعداد وتنفيذ برنامج جهوي، برنامج تنموي جهوي ينسجم مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية. كمان سنعمل جاهدين على تحسين النقل الطرقي وفك العزلة عن البلديات النائية، والمساهمة أيضا في فك العزلة الرقمية وتحسين البنى التحتية للاتصالات. سيكون العمل أيضا على مستوى الاستثمارات من ترقية وتشجيع الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية في هذه الجهة. سيكون العمل أيضا على مستوى البيئة والاستصلاح وتسيير الموارد الطبيعية، وهنا سيكون تشاور مع القطاع الوزاري المكلف من أجل إعداد وتنفيذ مشاريع وخطط ومخططات العمل من أجل بيئة برية وبحرية نظيفة. سيكون العمل أيضا على مستوى السياحة ومن ترقية وتشجيع ودعم وتشجيع للمبادرات من أجل خلق بنية تحتية سياحية ملائمة للجهة. سيكون أيضا العمل على مستوى العلم، مستوى التعليم والتكوين المهني من إنشاء وتجهيز وصيانات الإعداديات والثانويات والمؤسسات، تكون مؤسسات تكوين مهني. سيكون أيضا العمل على مستوى الصحة والعمل الاجتماعي من دعم مستشفيات ومستوصفات ونقاط صحة من أجل تغطية صحية شاملة، وإضافة على العمل إلى دعم تجمعات النسوية في على مستوى الجهة. سيكون أيضا العمل على مستوى الشباب والرياضة من بناء من إنشاء بنى تحتية رياضية وتجهيز وصيانة البنى القائمة، ودعم الأندية الشبابية والتجمعات الأندية الرياضية والتجمعات الشبابية. سيكون أيضا العمل على مستوى الثقافة من دعم وترقية الأنشطة الثقافية ومراقبة ومتابعة المعالم التاريخية والأثرية إلى آخر ذلك. إذن
سنحاول بإذن الله أن نجعل من جهتنا جوهرة المحيط إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.